الإنسان على الأرض أول ما ابتدى أخن قتل قدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان إنسان على موهبته إنسان جبنا وجرته يبقى هو الإنسان إنسان قلب تمنى وانجرح عين بكت حزن وفرح يمشي يا عم شتمر اخوته يا من تمنى وانجرى عين بكت حزن وفرح يمشي عمر دنيته يبطش يتمر اخوته انسان ظالم او ضعيف انسان ظالم او ضعيف يبقى هو الانسان ويكرهها انسان ارفض ويقبلها انسان ارفض سامحها انسان عاتب وجراحها انسان عاتب وجراحها انسان لومها وعذرها يبقى هو الانسان يبقى هو يوقف بصفك وينصرك ويكون لك ولا يكون إنسان ترى إلى متى بتحتفظ بسرك يا شداد؟ السر
سوري يا والدي، ما دائما يموت بموت صاحبه. يا ما اسرار بانت وانكشفت، لكن للاسف بعد فوت الاوان. ساعتها البني ادم يقول يا ريت لو السر كان معلوم. اعرف انك تقصدني انا بكلامك، وانا ما عندي شيء علشان اقول. حتى لو كان عندي شيء، ايش اللي يلزمني اني اقول لك عليه؟ ابدا ولا شيء. بعدك عند كلمتك انك تاخذني عند الرجال الاجنبي، ولا بتغير رايك بعد اللي سمعته مني؟ افا حاشا، ما انا اللي غير رايي. هذا نحن رايحين عند اورستس، زين؟ ان شاء الله بنلقاه هذه المره، وبتسافر وسرك معك. سرك اللي اكيد في يوم من الايام بينكشف، ولين ما يجي ذاك اليوم الله يعلم كم من الناس بتكون تضررت بسببه. وعليك السلام. ما عليك أمارة، أريد أعرف على قدر إمكانك وين بيسهر شداد هي. بالعكس بالعكس، أنا اللي ممتن لخدماتك ومساعداتك اللي ما تقدر بها. سلامي لأختي الغالية. السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ طيب، حياك الله. يا مرحبا وسهلا. مشكورين مشكورين، جزاكم الله خير. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا مرحبا، ان شاء الله. الله يعطيه الصحة والعافية صاحب هذه المساعدة، وينقيه من كل مكروه ان شاء الله. آمين. لو سمحت الأخ، بغيت أسألك. تفضل اسأل. اسمح لي إذا عطتك عن الشغل ولا شيء. لا لا، احنا تقريبا خلصنا. من صاحب هذا الخير كله اللي يتوزع على الحلة كل شهر؟ والله صاحب الخير هذا لو بغى يعلن عن نفسه كان قو وزع بنفسه. كلامك صح، هذه صدقة. طيب يعني لو الواحد بغى يشتغل هذه الشغلة ممكن؟ طبعا ممكن، بس انت عندك رخصة قيادة؟ لا لا، انا ما قصدي شغلة السائق. انا يلا يلا سياقة سيارة الأجرة والطفران منها، مع احترامي لك كسائق طبعا. انا اقصد شغلة توصيل المؤونة. هذه الشغلة صعبة شوية ويبغى لها شروط. شروط؟ وش من الشروط؟ اهم شروطها ان يكون الواحد شايف خير ونعمة. عن اذنك. يعني لهالدرجة أنا تو شكلي شكل فقر؟ الظاهر إنه كان مستعجل وما كل شو بني. حالة حال غيرك اللي مضيعين وقتهم ويدوروا على الفرص السهلة. شكلك تريد تقول شيء. وانت يا سعد على شنو تدور؟ العم ماجد ما مخلنا ادور على شيء، لانه هو كل شيء عندي.
ايه ومين سمعك؟ ما عارفين نرد ولو جزء بسيط من جمال الزول ده. نردها بأن نكون معاه حتى يوصل. اي طبعا معاه خطوه بخطوه. من حفظت العقل وهو دليلي للخير. ربان بدون ما يكون معاي بس كنت دائما دائما احس بوجوده. الله يصبره ويديه على قد نيته. ليلة لازم أواجهه، لازم. علشان خاطر أقرب الناس له. حبيبي، مش أنا أقرب الناس لي؟ يا دلال، أنت كل الناس بالنسبة لي. وأنا ما شايف أي داعي لكل هذا الخوف. حبيبي أنت مش شايف لأنك ما تعرفش يوسف ابن عمي كويس، ولا تعرف هو شغال مع مين وليه. أرجوك ابعد عنه، هو اللي معاه. أنا خايفة عليك عشان خاطري، افهمني. أنا فاهم ومقدر، إيش كثر أنت تحبيني مثل ما أنا. لكن يا دلال، قادر افكر بحق. انا يهمني اسلك درب الاستقامه. اريد اتطهر من كل اللي سويته بسماع كلام الله وكلام الرسول. وين الغلط فيه؟ ما فيش غلط في كلامك يا حبيبي. الغلط في السكه اللي هم عايزين ياخدوك فيها لاهداف تانيه يا ناب. ارجوك يا حبيبي، انا النهارده معاك عشان اقول لك الطريق السليم، لكن بكره مين عارف ممكن يكونش معاك. نحن انت عارف ليش ما ترد؟ انا يا ولد اخوي عمك ماجد. عمي ماجد؟ ايش تريد مني؟ انا ما اعرف. ولو سمحت اتركني في حالي. ما كفايه انك حاضن سرك لوحدك تهرب من المعلومه للمجهول؟ انت ايش قصدك؟ اللي اقصده بتعرفه بعدين. المكان هنا ما مناسب. اذا كان هذا المكان ما مناسب، ايش اللي جابك فيه؟ جايينه علشان الموضوع اللي اريد اكلمك فيه. شداد، ما اريد حد يسمع. الظاهر انك ما في وعي. لما كنت في مثل سنك ويمكن أصغر، كنت اللي تقول عليه وأكثر. ظلمت وغلطت وندمت. بتقول إيش تريد مني ولا أترك لك المكان وأمشي؟ أنا جاي أساعدك وشدعك، بس أنت أعطيني فرصة.
تعال معي صدقني ما بتخسر شيء. وإذا قلت إني ما بجي معك؟ بقول لك إني أعرف سر مرضك. ومن قالك إنه عندي إصرار؟ ومن قالك إني مريض أصلاً؟ شفت كيف انفعلت ونبهت الناس عليه؟ أجيب لك عشاء؟ ما أريد شيء. بغيت أعرف إيش تريد مني. أظنك سمعتني. سمعتك وأنا رديت عليك، أريد أساعدك. ليش قلت إني مريض؟ لأنك مريض. عمر المرض ما كان عيب، العيب لما نمرض ونسكت، والعيب الأكبر لما سكوتنا بيأذي أقرب الناس لينا. ليش ما راضي تعترف بمرض الإيدز اللي عندك؟ أنت كيف عرفت؟ ما مهم كيف عرفت، المهم انك تتكلم. انا ما اريد اتكلم. انت طول عمرك بعيد، خليك ذاك احسن. يا ريت لو وقتها. الواحد لما يعيش تجربه سيئه في حياته ويعرف نتائجها اكيد ما يتمناها تتكرر معه او مع غيره. وانت في النهايه شداد ولد اخوك. كلكم في عيلتنا متناقضين، اللي تظهروا شيء واللي في داخلكم شيء ثاني. انتوا ورطتوا في داخلنا الغلط. انتوا نحن كل هذا واكثر. نعم نعم، احنا فينا عيوبنا اللي ما تخفى على احد، لكن ايضا لينا مزايانا يا شداد اللي نحاول نعيش فيها اللي باقي لنا من العمر. انت كم باقي لك؟ وايش بتورط لاولادك؟ نفس الورث اللي جاك منه ولا بتزيد عليه مرض؟ يا الله، ده من وين طلعت لي؟ من وين؟ الرحمن الرحيم، لصقني يا زايد. جزاك، أنا إيش جاية تسحبي مثل اللصوص؟ أنا لصة؟ الله يسامحك، أنت ما تكون على هذه الحالة إلا إذا صاير شيء أنت ما تريده. إيش عندك يا نعيمة؟ قولي واختصري. وعدتك أكون العين اللي تشوف فيها بهالبيت وأنت ما موجود. صحيح، العين الحولة، العين اللي فيها رمد اللي ما تقدر تشوفها بعد من خطوتين. الله يسامحك، دائما ظالمني. انت اسمع وبعدين قول. طيب قولي، سمعيني يا عيوني. ماجدة اليوم ردت البيت وهي متضايقة كثير كثير وما كلمت احد وراحت غرفتها على طول. اصبر، بعدني ما كملت السالفة. سالفتش سخيفة من أولها. أنا إيش يهمني إذا كانت ماجدة رجعت البيت متضايقة ولا حتى متسممة؟ لا، يهمك ويهمك بعد. أنت اسمع كلامي، أنا من شفتها على هذيك الحالة رحت وسألتها وكلمتها، قالت لي مرهقة شوية، بس خمنت إنه صاير شيء وهي مو راضية تقول. وش هو تخمينك؟ المسألة واضحة،
ما تحتاج ذكاء. الظاهر ان العملية اللي سووها لراشد فشلت، والدليل انها متضايقة، والدليل الثاني ان وعد وراشد راحوا المستشفى. ومن قال لك انهم راحوا المستشفى؟ ليش؟ انت تعرف هم وين راحوا؟ عرفت انهم راحوا اليوم ولغوا التوكيل. وهذا اللي مزعلنك؟ لا تلومهم، تراك تريد تبيع البيت. بيع البيت كان مجرد فكرة، لكن ما عليه، انا بعرف كيف ارد عليهم. كيف؟ طيب انا ما خلصت موضوع ماجدة. زايد، بتضلي كذا؟ أنت أنا بخير، مجرد تفكير؟ بس لمتى؟ أنت كنت تعرفي وما قلتي لي، ليش؟ بغيتك تعرفي بنفسك، لما شفتك مهتمة بي قلت لازم أسأل وسألت، بس تحيرت كيف ممكن أخبرك، قلت أكيد بتعرفي بنفسك. يا ليتني ما أعرف، يا ليت بقينا مثل ما كنا، مجرد زملاء. وإيش اللي تغير الحين؟ هو ما ندم في وضع، وأنتي ما بينك وبين أي عاطفة، وزين عرفتي الحين وأنتي في البداية. كيف ممكن أتعامل معه؟ ما قادر أتصور ليش في لحظة نظرتنا للي حوالينا تتغير، وكأننا مسيرين وما نملك الاختيار. حبيبتي ماجدة، اتعلمي من نواف نفسه كيف إنسان في الوضع اللي أنت عرفتيه وقدر يعيش ويدرس ويتفوق ويصير إنسان مهم. هالشي ما جاء من فراغ ومو من إنسان عادي. طيب كيف ممكن أتعامل معه؟ الدكتور نواف كان ولا يزال زميلك، وحاول تتعاملي معه على هذا الأساس. ما أعرف إيش كنت بسوي من غيره. أنا موجودة معك يا ماجدة، الله معوضنا فيك يا حاسيس الأم اللي ماجدة، وبتكتمل سعادتي وفرحتي يوم أشوفك عروس. أنا أريد أتزوج ماجدة. بتتزوجها إن شاء الله، ونفرح فيكم وبأولادكم. وأنا بعد أريدك تتزوجها الحين أكثر من أي وقت ثاني، مثل ما زوجت شداد من رضية، وبكذا يكتمل العقد. ما ردت علي يا أبوي، بتخطب لي ماجدة؟ إذا أنت محتاج لي ليش ما ترد؟ أنا محتاج لماجدة أكثر. وهي إيش رأيها؟ موافقة تتزوجك؟ وليش ما توافق؟ هو إيش ناقصنا؟ ولد عمها وأولى بيها؟ نعيمة، لا تدخلي نفسك بهذه الطريقة. لازم هو يعرف إذا كانت هي تريده ولا لا.
أنا ما أريد أروح أتكلم ويقوم يفسر كلامي بمعنى أنا ما قصدته، بمعنى أنت تعرفين زين أنا ما فاهم شيء. يا ليت لو توضحوا. اطمن ماجدة ما فيها شيء، والضيقة اللي كانت فيها بسبب إرهاقها في الشغل بس. أمي أنت عن إيش جالسة تتكلمي؟ أي ضيق وأي شغل هذا؟ وحدي ما أعرف، تشابكت عندي الأمور زايد. أنت قل إيش أقول أنت الثاني بعض؟ جالسة تهذري وتشبك المواضيع ببعضها بعض بدون فهم؟ أرجوكم فهموني. قيصر اسمعني وركز بكلامي، إذا كنت تريد تتزوج ماجدة فعلا من أول أعرف رأيها وبعدين رد علي. لشنو التغيير ده؟ إحنا اتفقنا إن إحنا نطلع له بعد ما يخرج شداد. هذه أوامر العم. شايفك عجول على غير العادة. تمنيت إني أبقى فترة أطول أو الأقل لحد ما يخرج شداد. من حقك تخاف عليه. إحنا لازم نخلص دراسة مشروع الغاز بأسرع وقت ممكن. العم ذاته ما مستعجل عليها، بالعكس هو لسبب ما لقى له أي تفسير ما بيتكلم عنه كثير. طيب وإيش اللي يمنع إن نحن نجهز للمطلوب ونتقدم بخطوة، ويمكن هذه الخطوة تعجب العم وتفعل الموضوع؟ أنا عارف إنك عاوز تخدمه بالشكل المرضي، لكن لا تنسى إن هو ذاته اللي علمنا إن كل شيء بوقته. وما دام هو اللي علمنا إن كل شيء بوقته، إحنا يا أبو الفضل لازم نعرف متى يجي هذا الوقت. أي أنت في دي غلبتني. طيب شداد هيبقى معاه لحد 200؟ أنا لازم أروح. مصر إني ما وصلك. أنا ما أعرف أنت على إيش ناوي معاه، بس لو سمحت خليني أعرف الموضوع بنفسي. أنا متأكد إنك قادر على هذا. طمن، نحن ما التقينا. محاسن الصدف يا محاسن الصدف، شوف يا أمك موعود فيي يا أني موعود فيك. يا حي الله بشداد، يا حي الله بشداد، كيف الحال؟ بخير. تحرك ولا والله هذا صعب علي، لكن يلا بحاول. ما قلت لي عوين النية الليلة، البحر ولا البيت؟ حاجة مغبنا فيها، الردة ماشي غير الصبح. يلا توكلنا على الله. قول تكلم أي شيء يدور ببالك. من قال لك اني اريد اتكلم؟ هذا سر المهنه.
ما بتعرفه إلا إذا سقت سيارة عجرة. سامحني، أنت طلبت مني إني ما أتكلم وايد، بس ترى عادنا اللي في قلبي على لساني. يا ليت لو نقدر نقول كل اللي تداخلنا. ما في شيء يمنعنا إلا إذا حبينا نخبي. أحياناً اللي يخلينا نخبي يكون أكبر من طاقتنا. صحيح صحيح، لما ما نعرف وين مصدر قوتنا. تو كأنك تعرف وين مصدر قوتك. شيابنا زمان كان يقولوا زندك ولا ورور. دائماً أمثالهم تضبط. هذا يعتمد على الحالة وتقديرها. بعد أنت ما عندك غير هالمثل هذا تكرره باستمرار. ويش اللي يخليني أستهين بمثل هذا المثل إذا كان هو في مصدر قوتي؟ كأنك تريد تقنعني بأنه هذا المثل هو دليلك في الحياة. حبيت أأكد لك إن الحياة هي اللي تقودنا لمثل هذه الأمثال، لأنها خرجت من عرق نخلة وقمة جبل، خرجت من أثر في السهل والصحراء ومن سفينة وشراع في البحر، وخرجت من شيابنا اللي رحلوا للبعيد وهم أقرب منا بقلوبهم وقلوبهم وخواطرهم. عندك كل هذه الشهادات وبعدك تفضل تسوق سيارة أجرة. لا طول الله عمرك، بس أنا حبيت أكون في المكان اللي أنا أرتاح له. صحيح متعب بس مرتاح، مرتاح على الأقل مع نفسي. هذه الراحة هي اللي تخليني قوي أمام نفسي. إذا كان الوقت متأخر إنك تلقى نفسك في هذه الحالة، سحب نفسك حتى تضرب. معقولة زايد ما يسكت لو عرف إن لغينا التوكيل؟ الأكيد لا، لأنه يعتبره تحدي، وزايد يجن جنونه لما حد يتحداه. أعرف إنه يريدني في صفوة، عشان كذاك اقترح رحلة النقاهة. يريد يسفرني للنقاهة وأنا على مرضي، كان متجاهلني. وأنا إيش تريدني أسوي لك ما دام عندك فشل كلوي؟ اللي يسوي الأخ حال أخوه في مثل هذه الحالات، والطبيب يقول إن العملية ناجحة وما فيها خطر. والطبيب إيش دراها؟ وإيش درا؟ تراهم يقولوا كلامه بس. هو قال لك إن العملية بتنجح 100%؟ لا بس هو، لا تقول لي بس وما بس، هذه عملية ما لعبة. بصراحة أنا ما أقدر أباخت بنفسي. هو يقول إن ممكن الواحد فينا يعيش بكلية واحدة. راشد يا أخوي، أنا من رأيي إنك تسافر الخارج وتسوي العملية هناك، أكيد بتحصل لك متبرع، ونحن الحمد لله عندنا الخير. وأنا عن نفسي بسافر معك وبترك كل أشغالي. يا أخوي يا راشد، أنا أخاف إنه إذا دخلت معك العملية وفشلت تروح حياتنا نحن الاثنين، وإحنا عندنا أولاد حمين بنتركهم حذاك المصرقع ماجد. اسمع كلامي وخليني أسافر معك.
بعدك ما نمت يا عمي؟ رضية؟ أنا أنتظر شداد. روحي نامي يا رضية، وراك شغل وشداد ما يجي إلا على الفجر. طيب أجيب لك شيء؟ مشكور أحسن. رضية أنا أعرف أن شداد غلطان في اللي يسويه، وأنك تستحق الأخير منه، مع ذلك استحملي عشان أولادك. أنا مستحملة يا عمي، لأن شداد زوجي قبل ما يكون أبو أولادي. أستحمله لأني أحبه وأريده يا عمي. بارك الله فيك، والله يكملك بعدك إن شاء الله. ولا وصلنا؟ وصلنا، بس تأخرنا اليوم أكثر. أنا ما قصد شيء. تفضل. بس هذا واجد. أنا تقصد أعطيك هذا المبلغ عشان مرة ثانية ما أريد أسمع منك كلمة إني تأخرت. أنا أقصد، أنا ما يهمني أنت إيش تقصد وإيش ما تقصد. أنا بغيت أبين لك إنه ما يعجبني أحد يتدخل في شيء أنا أريده. أتأخر أتقدم، هذا الشيء أنا اللي أقرره. طيب أمر عليك بكرة؟ بغيتك بكلمك. سالفة جديدة. كيف حالك يا شداد؟ ما ظني جالس حتى هذا الوقت انتظرني عشان تسألني عن حالي. ليش لا؟ أنا أبوك. ياه، من زمان ما سمعتك تقول لي إنك أبوي. يمكن إنك من زمان ما تذكرت إنه لك أب بعد حي يرزق. كلام متأخر في وقت متأخر. شداد أنا أكلمك. كذا بتصحيهم من النوم؟ أنا أريدك أنت تصحى من اللي أنت فيه. وليش الحين وفي هذا التوقيت بالذات؟ ليش سؤالك جاء بعد كل هذه السنوات؟ ليش؟ أنا كنت جالس أكبر قدامك، بس أنت خليتني أكبر بعيد عنك بمعرفتي. أحياناً أنا أبوك يا ولد.